حينما تحدث كارثة طبيعية فليس هناك خيار غير حصر الأضرار أو محاولة التقليل من الخسائر، وهذا ما حدث في حضرموت بعد أن اجتاحت سيول عارمة مدينة المكلا عقب أمطار غزيرة شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية. أغرقت شوارع المكلا بالسيول وجرفت المياه الهائجة الأشجار والمركبات وألحقت أضرارا في الممتلكات، وتسببت المركبات التي جرفتها السيول في سد مجاري التصريف، وهو ما ضاعف من ارتفاع منسوب المياه في الشوارع ودفع المواطنين إلى مناشدة السلطة المحلية بسرعة التدخل وانتشال السيارات العالقة في مجرى سيول الأمطار. في آخر التحركات الرسمية لإنقاذ المتضررين وجه محافظ حضرموت الجهات وفرق الإنقاذ والقوات العسكرية والأمنية بالاستنفار لمساعدة المواطنين ومعالجة أضرار الأمطار والسيول، وكذلك سرعة إصلاح الكهرباء وفتح الطرقات بمساعدة المعدات والآليات التابعة للجهات الحكومية. الرئيس هادي أعلن تشكيل لجنة تضم عددا من وزراء الحكومة للنزول الميداني إلى محافظة حضرموت والاطلاع عن الأضرار الناجمة عن السيول، فيما دعت الحكومة المنظمات الإغاثية إلى تقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت المحافظة. كثيرة هي الأحداث المأساوية التي تشهدها البلاد، غير أن التقلبات المناخية خلقت شكلا آخرا للمأساة بعد أن توفي العديد من الأشخاص وفقد آخرون، ناهيك عن الخسائر المادية وتعطيل العديد من المراكز الحيوية.